الصغرى، الجمل جملين، الجمل جمالان، الجمل صغرى والجمل ايه؟ الكبرى. الجمل الصغرى الإمام علي ما كانش لسه موجود، ما كانش موجود ايه في نواحي البصرة، كان بعيدا، وأجوا هم غادي، وبعدين ايه اصطلح مع مين؟ مع عامل علي على البصرة، سهيل بن حنيف هذا، وبعدين اختلفوا معاه، بعد كم من يوم نكثوا العهد، نكثوه معاه، وراحوا قتلوا حراسه قتل موت، سيلا دم، قتلوهم، وهو أخذوه وهو صحابي، ونتفوا لحيته وأرهقوه ضربا وكادوا يقتلونه، لكن تركوه لماذا؟ لما أن أخاه والي أيضا لعلي على المدينة، فخافوا إيه؟ أن يثأر من أهلهم وقرباتهم يذبحهم غازي ما ذبح أخوه، فيعني يقال إيه سكتوا عنه خايفين هيك غدر وسيلت الدم. أي جماعة عائشة وجماعة طلحة والزبير قبل ما تصير حرب الجمل لسه هذا اسمها الجمل إيه؟ الصغرى. يعني شيء مؤلم جدا جدا ومصارعة للدم وهتك الناس ذبحنا لماذا؟ ليش؟ فخطأ خطأ هذا نقول خطأ